دابا في هذا الفيديو هذا غنكمل على لي بروبريتي اللي درناها في الفيديوهات السابقين، وكنعرفوا باللي الكوس والسين دونك قلنا ما خصهمش يفوتوا ان وما يكونوش صغار من زيرو، وكوس اكس كاري كوس كاري دو اكس بلس سينس اكس كاري ايغالا ان افيك اكس ان اونغل ايغو زاويه حاده، يعني هذوك الشيء كامل غنحتاجوه وغنزيدو حوايج اخرين. غناخذ لو تريونغل اللي كنا خدينا وشوفوا معايا، غناخذ ان تريونغل قريبي غنعطيها يعني مثلا 5 4 3 هنا ان تريونغل ريكتانغل ا بي سي. دونك الا خدينا سي و ا دونك قلنا كوس ا كوس دو لونغل ا ايغال دونك لادجاسون على لي بوتينوس 3 سور 5 سينوس ا لوبوزي سور لي بوتينوس 4 سير 5 مقابل على الوتر المحادي على الوتر كوز دو سي لونغ سي ايغال على جاسون على ايبوتينيس دونك 4 سير 5 4 5 المحادي على الوتر سينوس سي ايغال على اوبوزي سور لا جاس سور ايبوتينيس دونك 3 سير 5 مقابل على الوتر. ماشي هادشي اللي كيهمني، هادشي درناه في الفيديو السابق، وهادشي الاغلبيه ديال الكامل كيعرفوا يديروه، الا اللي كيخلطوا كيخلطوا بين لاجاسون ولوبوزي. وهادشي نعاود نتكرر به، ان هاد لونغل هادي لوبوزي هو هذاك اللي مقابل معاك في الدرب الاخر، ولاجاسون هو هذاك اللي ساكن حداك، هذاك المحادي هو اللي ساكن حدا السي هو هذا، وكاين هذا راه سميتو ايبوتينيوز، هذا ما كتبدلش ليه السميه. اللي بغيت انا هو شنو كنلاحظوا من هنايا، الا شفتوا معايا كنلاحظوا باللي هادو الكوس ديال ا كيساوي السينوس ديال سي، والكوس ديال سي كيساوي السينوس ديال ا، كوس سي كيساوي كوس سي كيساوي السينوس ا، والسينوس والكوس كوس ا كيساوي السينوس سي، يعني الكوس ديال وحده كيساوي السينوس ديال الاخرى. وتبعوا معايا حيت كاين واحد الحاجه مهمه، هو ان هاد السي و ا كنعرفوا حنا باللي لي زونغل ديال لو تريونغل لا سوم ديالهم ايغال 180، يعني اي مثلث المجموع ديال الزوايا ديالو كيساوي 180، وهذا الى حيدنا هادي اللي فيها كتخوفان دي فيها 90 حيت اونغل دغوا غتبقى لنا 90، هاد الجوج هادو بجوجهم كيعطيونا 90، معرفتش انا حول كل وحده فيهم شحال كتساوي، ولكن بجوجهم كيعطيونا 90. اذا 70 زونغل كومبليمونتير بالعربيه كنسميهم زاويتان متتامتان. دونك هذا هو الشرط الاساسي باش تكون الكوس ديال واحد الزاويه كتساوي السينوس ديال الاخرى، يكونوا متتامتان ولا كومبليمونتير. فين غينفعنا هادشي؟ راه يقدر مثلا يعطيك الا بغيت بلا ما يكون عندي ان تريونغل كوس 30 دوغري ايغال، بغيت نبدلها للسينوس ندير لهم بحال هكا، هنا التلامت كيتلفوا السينوس ديال شحال، الكوس ديال 30 كيساوي شحال، خاص 30 باش تولي 90 خاصها 60 دونك ايغال 60 سينوس 60. هادشي اللي بغيت منكم تفهموا من هاد الفيديو، ان هاد خص يكونوا 90، عندي كوس 30 هي السينوس ديال 60 ماشي كوس ديال 60، كنبدل السينوس يعني كوس ديال وحده كيساوي السينوس ديال الاخرى. الكونديسيون هو ان ا مع سي خص يعطيونا 90، يعني هنا 30 بلس 60 هي 90. نقدر مثلا نعطيك كوس 10 دوغري، شحال خاص 10 باش تولي 90 هي 80 دونك ايغال سينوس دو 80 دوغري. وباش نفهمو مزيان يقدر مثلا ناخدو ان اكزومبل، ناخد مثلا واحد ليكزومبل، عندي ا ايغال كوس كاري دو 20 دوغري بلس سينوس كاري 80 ولا 70 دوغري بلس كوس كاري دو 15 دوغري بلس كوس كاري دو، دونك هادي غتعطينا دونك كوس 20. انا كنفكر دابا شنو غادي نحط باش ملي نبسطو
تعرف شنو غادي تخدم دونك كوز 20 غناخذ هنايا كوز 80 70 70 و سينوس 70 غناخذها سينوس 70 نشوفوا معايا هنايا شنو غادي ناخذ شنو غادي ندير خصني كنعرف انا بلي كوس كاري دابا كاين اللي كيشوف كوس كاري بلس سينوس كاري كيدير فيها 1 لا راه خص يكون لو ميم اونغل يكون عندهم نفس الزاويه واخا يكون عندنا كوس كاري وسينوس كاري خص يكون عندهم نفس الزاويه دابا شنو غندير عندي هادو غنحاول شوفوا معايا هنا غادي ناخذ كوس 70 غنبدل حيت شنو خص يكون عندي هادي كوس كاري دو 20 خص يكون عندي سينوس كاري ديال 20 دونك غناخذ هادي غنجيبها بعدا حدا هادي باش تبان لكم كوس كاري دو 20 دوغري بلس كوس كاري 70 دوغري بلس سينوس كاري 70 دوغري بلس كوس هنا بغيت ندير الكوس كوس 70 دوغري او كاري دابا هادشي الخدمة ديال هداك لي غنحط ليكزارسيس نتوما غتجاوبو كيما محطوط دونك كوس كاري بلس كوس كاري 70 بلس سينوس كاري دو 60 بلس كوس كاري دو 60 هنا كل واحد اش كيبان لي انا يلاه بانت ليا دابا بلي عندي هنا سينوس كاري بلس كوس كاري وعندهم الميم اونغل دونك هاد الجوج هادو غيعطيوني واحد اذا هنا بلا ما نعاود نبدلو غتعطيني ايكال كوس كاري دو 20 دوغري بلس هادي غتعطينا واحد بلس كوس كاري غنبدلها للسينوس علاش باش تكون عندي بحالها بحال هادي دونك بلس سينوس كاري شحال خاص هادي باش تولي 90 خاصها 20 دونك سينوس كاري دو 20 ايكال هادي بلس هادي غتعطيني 1 حيت عندي كوس كاري سينوس كاري وبجوجهم عندهم لو ميم اونغل دونك غتعطيني 1 بلس 1 ايكال 2 دونك هكا غنبقاو تلقاو في لي زيكزارسيس يعني تكون عندك ديك لابروبريتي ديال كوس كاري بلس سينوس كاري ايكال 1 وكتبدل على حسب شنو عندك باش تخرج لو ميم اونغل يعني كيكون شويه كومبليكي هنا راه عطيتو انا سامبل يعني تقريبا هادي وهادي راه من الاول غنحيدو ميغالا 1 خدينا هاد المثال هذا باش انا بغينا نبسطو هادي حنا كنبع ان الا كان عندنا زاويتان بجوجهم كيعطينا 90 المجموع ديالهم الكوس ديال وحده كيساوي السينوس ديال الاخرى هادي هي القاعده مثلا هنايا كوس اوسي 2 اذا شنو غنحضر عندي هنايا في عقلي كنعرف بلي كوس اوسي 2 اكس زائد سينوس اوسي 2 اكس تساوي 1 وكنعرف بلي الا كان اكس زائد واي هادو زوايا مجهولة ما عرفتش كيساوي 90 يعني انا الكوس ديال هادي كيساوي السينوس ديال هادي مثلا هنايا كوس اوسي 2 ديال 14 بغيت نبدلها لسينوس اوسي 2 اوسي 2 كيبقى اوسي 2 شحال خاص 14 باش تولي 90 حيت بدل الكوس للسينوس 14 خاصها 76 اذا غادي ندير هنايا سينوس اوسي 2 ديال 76 درجه دونك نتمنى ان توضحت لكم الفكره خصني نكمل ل 90 باش نقلب الكوس للسين خصني نكمل ديك الزاويه نكملها شحال خاصها ل 90 وكنلاحظ هنا كاين اللي كيجي كيقلب كلشي كوس اوسي 2 76 ما غنقيسهاش علاش حيت عندي سينوس اوسي 2 وكوس اوسي 2 نفس الزاويه باش يعطيني المجموع ديالهم واحد حسب هذه القاعده هذه غنجي عاود ثاني لهنايا سينوس اوسي 2 58 غنقلب على الكوس اوسي 2 شحال خاص 58 ل 90 خاصها 32 وهادي ما غنقيسهاش سينوس اوسي 2 32 درجه الا لاحظتوا معايا كوس سينوس اوسي 2 وكوس اوسي 2 نفس الزاويه هي واحد وهادي هادي زائد هادي غتعطينا واحد واحد زائد واحد تساوي جوج دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو وحاولوا ديروا تمارين وامتحانات قدام وغنديروا ان شاء الله امتحانات اتمنى لكم كامل التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله.